السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نحن في مركز صيانة، كل واحد منتظر لسيارته. حبيت استغل الوقت وعمل فيديو في شيء لاحظته في حياتي وأيضا أرى في كثير من أخواني المقربين. في حاجة اسمها Don't search for perfection، لا تبحث عن مثالية. رأيت من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الإنجاز وقلة الإنتاجية، واحد مثلا يريد يسوي أي شيء في حياته، يريد يسجل كورسات أونلاين، يريد يبدأ في التجارة مثلا، يريد يعمل له مثلا صفحة أو موقع ويبدأ يتاجر، يريد يسجل فيديو وينزله، دائما يبحث عن مثالية. والمثالية هذه تؤدي إنه الواحد ما عاد ينزل فيديو حقه أو ما عاد ينزل الكورس حقه، الصفحة اللي بيسويها مثلا موقع يبحث عن الألوان المناسب، يبحث عن الشعار، يبحث عن التصميم المناسب، يبحث عن الخط المناسب، يبحث عن الصور المعدلة وتحسين، يعني شغل طويل عريض، فبالتالي يتعقد نص المشوار ويبطل. فلا تبحث عن المثالية دائما في حياتك. يقول أحد مشاهير الكتاب: ما أنزلت كتابا في حياتي إلا وأعلم أن فيه أخطاء، لكن أنا عارف أن الأخطاء هذه سيتم تعديلها في النسخات القادمة. فلا تبحث عن المثالية، لأنك لو تريد العمل يكون مثالي جدا من غير أي خطأ ومن غير أي عيب أو نقص، ستبقى سنوات وأنت في نفس الشيء. نصيحة هذه أيضا أقدمها لطلاب الماجستير أو الدكتوراه: لما يحاول يعدل من مثلا بحثه، يعدل من مكان إلى مكان، يشوف الدراسة هذه ويرجع يعدلها ويغير إلى دراسة ثانية يقول هذه أفضل، ويظل هكذا. أعرف أشخاص لهم 7 سنوات في الماجستير، يا ناس حرام عليكم، ليش كذا المدة هذه كلها؟ السبب أنه ينتقل من مكان لمكان. He is searching for perfection، يبحث عن المثالية. تنزل فيديوهات، كورسات، أي حاجة في حياتك تريد تسويها، لا تبحث عن المثالية، لأن المثالية يعتبر السبب الرئيسي الأول لعدم الإنجاز والإنتاجية. أسويها كما هي وعدل عليها بعدين، حط الأول الثاني الثالث، توكل على الله سويها كلها، وإذا في تعديلات بسيطة واضحة عدل عليها. ولو كنت أبحث أنا أيضا عن المثالية لما نزلت هذا الفيديو، ما أدري هل الإضاءة فيه مضبوطة، في صوت التلفاز جنبي، في ناس يبدو أن أنا زعجتهم، لكن إيش، لا تبحث عن المثالية. الآن تم بتسمعوا الفيديو، المايك اليوم مش موجود، سوينا في بالسماعات، الإضاءة مش واضحة بشكل قوي، لكن دون سيرش فور بيرفكشن. إذا ضليت أبحث عن المثالية، سأضطر أنا لما أروح البيت وأشوف الاستوديو وأركب الكاميرا يا رجال أشياء طويلة جدا. حط ونزل وخلي الجميع يستفيد، واخلص لله. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.